مره جات لي امه وقالت لي ان ابنها اللي عنده 4 سنوات، خلي بالكم ده العمر الزمني يا جماعه، ابنها اللي عنده 4 سنوات لقيته بيلعب مع ابن خالته اللي عمره حوالي 7 سنوات، يعني كلهم في مرحله الطفوله المبكره، مرحله ايه؟ الملاحظه، الاستكشاف. لقيتهم هما الاثنين بيقلعوا هدوم بعض. عند المرحله دي مش معناها ملاحظه واستكشاف، ده معناه تقليد، لان ده مش سلوك فطري، ده سلوك مكتسب. يعني هما شافوا او لاحظوا سلوك معين وبيقلدوه. يبقى مرحلة الطفولة المبكرة هي الملاحظة والاستكشاف وفي نفس الوقت التقليد. عليا أن أنا كأم أبتدي أميز ما بين السلوك اللي فيه استكشاف والسلوك اللي فيه تقليد. فسألتني إزاي أتعامل مع المشكلة دي، قلت لها عارفة لو كان كل واحد لوحده لقيتيه يعني بيلعب لوحده في أعضاءه التناسلية لوحده أقولك استكشاف، بس هما الاتنين مع بعض ده معناه إن هما شافوا حاجة وبيقلدوها، دي في مرحلة الطفولة المبكرة. طب إدارتنا للأزمة إزاي؟ محتاجين إن إحنا نتكلم معاهم بشكل واضح ومباشر، اللي حصل ده غلط، ما يصحش، غير مقبول، والدين بتاعنا بيمنع الكلام دوت، وعاداتنا وتقاليدنا بتمنع الكلام دوت، بس من غير زعيق، من غير توبيخ، من غير تسلط، من غير ما اعمل فوكس على الموقف، ومن غير بقى ما اقعد ينتشر في العيله ونقعد نتكلم فيه قدامهم عشان ما يحصلش تثبيت للسلوك.